تجدد المظاهرات في محافظتي المثنى والبصرة للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد المستشري في دوائر الدولة. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن الانتهاء من العد اليدوي في محافظة الديوانية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي يزور طوسخرماط لتقديم التهاني إلى الدكتور حسن زين العابدين لتسلمه منصب قائم مقام قضاء طوسخرماط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد إن الخطة الحكومية الجديدة هي إعادة افتتاح القنصلية التركية في محافظتي الموصل والبصرة. من استوديو الشهيد أحمد أجرغلو أحييكم أطيب تحية إليكم. تفاصيل النشرة. تواصلا للمظاهرات التي تشهدها مختلف المدن والمحافظات في العراق، خرج المئات في تظاهرات حاشدة من أبناء محافظة المثنى أمام مجلس المحافظة للمطالبة بعمل الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد، فيما يواصل المعتصمون في محافظة البصرة قرب حقل غرب القرن النفطي لليوم السابع على التوالي. تواصلا للمظاهرات التي تشهدها مختلف المدن والمحافظات في العراق، خرج المئات في تظاهرات حاشدة من أبناء محافظة المثنى. وذكرت مصادر مطلعة إن المئات من أهالي محافظة المثنى نظموا تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس المثنى للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والقضاء على الفساد المستشري في دوائر الدولة. وفي محافظة البصرة يواصل أهالي ناحية الإمام الصادق في محافظة البصرة باعتصامهم لليوم السابع بالقرب من حقل غرب القرن النفطي، وقطعوا 6 طرق في ناحية الإمام الصادق تؤدي إلى حقل غرب القرن النفطي، مطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكان محتجون قد أقاموا في وقت سابق من الأسبوع الماضي خيام اعتصام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة المحلية والمركزية لمطالب المتظاهرين، فيما قامت القوات الأمنية بفض تلك الاعتصامات ورفع الخيام. أعلنت مفوضية الانتخابات المؤلفة من القضاة المنتدبين انتهاء عملية العد والفرز لمحافظة الديوانية، لافتة إلى أن المحطات والمراكز التي وردت بشأنها طعون لمحافظة بغداد الكرخ سينتهي العمل فيها يوم غد. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين اليوم الجمعة انتهاء عملية العد والفرز لمحافظة الديوانية، لافتة إلى أن المحطات والمراكز التي وردت بشأنها طعون لمحافظة بغداد الكرخ سينتهي العمل فيها يوم غد السبت. وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان إن عملية إعادة العد والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة الديوانية انتهت اليوم الجمعة، وأضاف أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين والقاضي المنتدب لمحافظة الديوانية أشرف على عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت عليها شكاوى وطعون في المحافظة المذكورة آنفا وبمساهمة كبيرة من موظفي المفوضية لمكتبي محافظة بابل وكربلاء، فضلا عن موظفي مكتب الديوانية الانتخابي الذين تم اختيارهم لهذا العمل. ولفت جبر إلى أن مجلس المفوضين مستمر بالإشراف المباشر على عمليات العد والفرز لاستكمال المراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة بغداد الكرخ التي سينتهي العمل فيها يوم غد السبت. بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي بزيارة قائم مقامية قضاء طوسخرماط برفقة وفد من مسؤولي وأعضاء فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية
التقى خلالها بقائم مقام قضاء تسخرمات الدكتور حسن زين العابدين، وذلك لتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة تسلمه مهام منصب قائم مقام تسخرمات. بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي بزيارة قائم مقامية قضاء تسخرمات برفقة مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مختروغل، حيث التقى الصالحي والوفد المرافق له مع قائم مقام قضاء تسخرمات الدكتور حسن زين العابدين، وتم خلال اللقاء تقديم التهاني والتبريكات للدكتور حسن زين العابدين بمناسبة تسلمه مهام منصب قائم مقام تسخرمات. فيما تم أيضا مناقشة الأوضاع والتطورات في قضاء تسخرمات، حيث أكد الصالحي خلال اللقاء على ضرورة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء تسخرمات من مختلف المكونات. وفي أحاديث لفضائية تركمانيلا، عبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي عن تهانيه وتبريكاته إلى الدكتور حسن زين العابدين لتسلمه منصب قائم مقام قضاء تسخرمات، مشددا على ضرورة أن يعمل الشعب التركماني على دعم المسؤولين التركمان خصوصا في قضاء تسخرمات ومختلف مناطق تركمانيلا لتقديم أفضل الخدمات للشعب التركماني ومختلف مكونات تسخرمات. فيما أكد مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مختروغل إن التركمان سيظهرون مدى جدارتهم على تحمل المسؤولية والصعاب وإدارة المناصب بكل تفان وإخلاص، بدوره عبر قائم مقام قضاء تسخرمات الدكتور حسن زين العابدين عن شكره وامتنانه لجميع من وقف إلى جانبه، مؤكدا في الوقت نفسه إنهم سيعملون على تقديم أفضل الخدمات والدعم اللازم لمختلف مكونات قضاء تسخرمات. تجددت المظاهرات في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدني مستوى العملة الإيرانية، وذلك جراء تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حيث طالب المتظاهرون في المدن الإيرانية بتغيير النظام الإيراني الحاكم للبلاد والتي أدخلته في متاهات الحروب الطاحنة، مما أدى لفرض عقوبات دولية عليه. من جانب آخر، نددت المظاهرات التي شهدتها المحافظات الجنوبية في العراق بالتدخلات المستمرة لإيران في الشأن الداخلي العراقي، حيث دعا المتظاهرون إلى كف يد إيران من تدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية. تجددت المظاهرات في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدني مستوى العملة الإيرانية، وذلك جراء تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حيث طالب المتظاهرون في المدن الإيرانية بتغيير النظام الإيراني الحاكم للبلاد والتي أدخلته في متاهات الحروب الطاحنة، مما أدى لفرض عقوبات دولية عليه، حيث انتقلت شرارة الاحتجاجات المتواصلة منذ بضعة أيام في عدد من المدن الإيرانية إلى العاصمة طهران على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث شهدت طهران احتجاجات بعد 3 أيام من اندلاعها في مدن أصفهان وسط ومشهد شمال شرق وشيراز وسط وغيرها، وأضرم محتجون النار في حاويات النفايات قرب ميدان ولي عصر في طهران احتجاجا على هبوط سعر العملة الإيرانية، مما أثر سلبا على التجارة، بالإضافة إلى أن البلد يرزخ تحت طائلة العقوبات الدولية، مما أثر سلبا على البلد من جميع النواحي. وتتزامن المظاهرات في إيران بالمظاهرات التي تشهدها المحافظات الجنوبية في العراق، حيث نددت المظاهرات التي اندلعت في محافظات البصرة والنجف وكربلاء والمثنى وذي قار وبابل وغيره من المحافظات الجنوبية بالتدخلات المستمرة لإيران في الشأن الداخلي العراقي، حيث دعا المتظاهرون إلى وقف يد إيران من تدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية وبإخراجها من العراق. و
ويذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني كان له دور كبير بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، حيث كان يتواجد في الكثير من المرافق الحيوية والميادين ويشارك في اجتماعات مع قادة عراقيين. ولم تسلم مدينة كركوك من التدخلات الإيرانية كما في باقي المحافظات العراقية الأخرى، حيث كان مسؤولون إيرانيون وقادة كبار يزورون مدينة كركوك بين الحين والآخر في محاولة منهم لخلط الأوراق ورسم أجندات سياسية خاصة بإيران في كركوك والعراق والمنطقة. الجدير بالذكر أن محافظة كركوك شهدت افتتاح مركز خميني الثقافي، فيما شهد قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك أيضا افتتاح مجمع خميني الطبي، وهذا إنما يدل على مدى التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية العراقية لتحريف مجراها الوطني. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال برنامج تعريفي أقيم في العاصمة التركية أنقرة عن الأهداف الحكومية التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة من أجل تحقيقها في 100 يوم، ومن بين تلك الإجراءات إعادة افتتاح القنصلية التركية في محافظتي الموصل والبصرة. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال برنامج تعريفي أقيم في مركز المؤتمرات والثقافة الوطنية في العاصمة التركية أنقرة عن الأهداف الحكومية التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة من أجل تحقيقها في 100 يوم، فيما أعلن أردوغان أيضا إن من بين أهداف الحكومة الرئاسية التركية الجديدة استئناف عمل قنصليتي تركيا في كل من محافظتي الموصل والبصرة في العراق خلال 100 يوم القادمة. وحول الاتفاق التركي الأمريكي بشأن خريطة الطريق حول مدينة منبج شمال سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنني أتوقع استمرار العمل المشترك مع الولايات المتحدة دون التأثر بالمشاكل الأخرى القائمة بينهما. خلال الاجتماع 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف باجتماع آسيان، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، وهو اللقاء الأول بين مسؤولي الدولتين عقب العقوبات الأمريكية بسبب أزمة الرهب الأمريكي المحتجز في تركيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقب اللقاء: كانت هناك نقاشات موسعة حول سبل التعاون بين الدولتين لاتخاذ الخطوات من أجل حل المشكلات القائمة. خلال الاجتماع 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف باجتماع آسيان، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ويعتبر اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولي الدولتين عقب العقوبات الأمريكية بسبب أزمة الراهب الأمريكي برانسون المحتجز في تركيا، حيث استمر لقاء تشاوشوغلو وبومبيو نحو 40 دقيقة. وأشار وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن اللقاء مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو كان بناء، وتم الاتفاق على العمل والحوار خلال الفترة المقبلة لحل المشاكل ومناقشة خطوات عديدة يمكن تنفيذها في قضايا متنوعة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح أنه من الوارد حدوث اختلاف في وجهات النظر بين الدول، لكن تركيا تتبنى دائما نهج تسوية المشكلات عبر التوافق المتبادل والحوار والطرق الدبلوماسية. وأضاف أنه ليس من الوارد انتظار الوصول إلى حل لكافة هذه المشكلات في لقاء واحد، لكننا اتفقنا على التعاون الحثيث والعمل في أجواء من الحوار خلال الفترة المقبلة لتسوية الأزمات. لافتا إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة خطوات عديدة يمكن تنفيذها في قضايا متنوعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مثل خريطة الطريق في منبج السورية ومجموعة العمل بخصوص منظمة بكك الإرهابية وإدلب، حيث أجرى مسؤولي البلدين 4 اتصالات هاتفية خلال 15 يوما الأخيرة بناء على طلب من الجانب الأمريكي. فيما أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
خلال مشاركته في اجتماع آسيان بسنغافورة، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا في ظل رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. كما ناقش تشاوشوغلو ولافروف أيضا خلال لقائهما في سنغافورة تطورات الأوضاع الأقليمية وفي مقدمتها ملف الأزمة في سوريا. عقب اجتماع الشورى العسكري العالي، أدلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قلن بتصريح أكد فيه ترقية 9 من الضباط برتبة لواء إلى رتبة عسكرية أرفع منها، وترقية 41 عميدا إلى رتبة لواء، مبينا أنه تم ترفيع ضباط في القوة البحرية وفي قوة المشاة التركية. عقب اجتماع الشورى العسكري العالي الذي عقد في قصر رئاسة الجمهورية التركية، أدلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قلن بتصريح أكد فيه ترقية 9 من الضباط برتبة لواء إلى رتب عسكرية أرفع منها، وترقية 41 عميدا إلى رتبة لواء، مبينا أنه تم أيضا ترقية قائد القوة البحرية وقائد الفرقة الثانية في الجيش التركي. وعقد اجتماع الشورى العسكري العالي برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث دام الاجتماع لأكثر من ساعتين متواصلتين. وعلى خلفية الاجتماع، كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قلن عن فحوى وقرارات الاجتماع. وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع، أكد قلن إنه تم تمديد عمل 13 لواء لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى تمديد عمل 383 عميدا في الجيش التركي لمدة سنتين، فيما تمت إحالة 12 من الضباط الكبار في الجيش إلى التقاعد. وبهذا فإن عدد الضباط الأرفع رتبة من اللواء أصبحوا 244 ضابطا في الجيش التركي. تواصلا للعمليات التي تنفذها القوة المسلحة التركية في داخل وخارج تركيا ضد المجامع الإرهابية، سيرت القوة التركية والأمريكية الدورية المستقلة 24 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية درع الفرات ومدينة منبج شمالي سوريا. تواصلا للعمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية في داخل وخارج تركيا ضد المجاميع الإرهابية، سيرت القوات التركية والأمريكية الدورية المستقلة 24 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية درع الفرات ومدينة منبج شمالي سوريا. وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان العامة التركية إن عناصرا من القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيرت الدورية المنسقة المستقلة 24 في المنطقة المذكورة. ويذكر أن الجيشان التركي والأمريكي اتفقا على تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عمليات درع الفرات في ريف حلب الشمالي ومنبج شمال سوريا في 18 من حزيران الماضي، ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة. يأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن، تضمن إخراج إرهابي تنظيم يبك وبكك الإرهابي منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة. في إطار الدعم الذي تقدمه الجبهة التركمانية العراقية لمختلف شرائح الشعب التركماني، استقبل مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مفترغل نخبة من الرياضيين، حيث هنأ مفترغل الرياضيين بمناسبة حصولهم على المرتبة الثالثة في بطولة منتخبات محافظات العراق بكرة الطائرة. في إطار الدعم الذي تقدمه الجبهة التركمانية العراقية لمختلف شرائح الشعب التركماني، استقبل مسؤول فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية هيثم هاشم مختروغل وفدا من نخبة الرياضيين من قرية باستاملة التركمانية الذين يمثلون منتخب تربية صلاح الدين، حيث هنأ مختروغل الرياضيين بمناسبة حصول الرياضيين على المرتبة الثالثة في بطولة منتخبات محافظات العراق بكرة الطائرة، حيث تمت مناقشة الواقع الرياضي والعراقيل التي تعتري الحركة الرياضية، حيث من جانبه عبر مختارغل عن استعداده لتذليل العراقيل من أجل الارتقاء بمستوى الرياضيين التركمان لضمان مواصلة الإنجازات، حيث أعرب مختارغل عن سعادته البالغة للمستوى الجيد والمظهر المشرف الذي أظهروه اللاعبين التركمان في المنتخب في تمثيلهم محافظة صلاح الدين ورفعهم اسم التركمان عاليا في المحافل الرياضية، فيما بادر الرياضيون بإهداء كأس البطولة إلى فرع صلاح الدين للجبهة التركمانية العراقية تثمينا لدعمها ومتابعتها اللامحدود للرياضة والرياضيين التركمان.
بهدف تطوير واقع الدراسة التركمانية، أقام مركز التعليم التركماني في مدينة كركوك دورة تقوية للمناهج التعليمية التركمانية للطلاب والطالبات في المدارس العربية لكافة المراحل، بغية انضمامهم للمدارس التركمانية بعد انتهاء العطلة الصيفية. بهدف تطوير واقع الدراسة التركمانية، أقام مركز التعليم التركماني في مدينة كركوك دورة تقوية للمناهج التعليمية التركمانية للطلاب والطالبات في المدارس العربية لكافة المراحل، بغية انضمامهم للمدارس التركمانية بعد انتهاء العطلة الصيفية. وستستمر هذه الدورة على مدى 3 أشهر متواصلة، سيتلقى فيها المشتركون تعاليم وقواعد اللغة التركية والرياضيات إلى جانب العلوم. وفي لقاء لمراسلي فضائية تركمانيلا، تحدث مدير مركز التعليم التركماني قحطان الونداوي عن الدورة وعن المشاركين، والذين جاءوا طواعية للمشاركة في الدورة تمهيدا لانضمامهم إلى المدارس التركمانية لما له من أهمية في المستقبل. وبدوره تحدث عدد من المشاركين في الدورة من الطلاب والطالبات عن سرورهم وامتنانهم بمشاركتهم في الدورة لتعليم اللغة التركية، مؤكدين بأنهم سوف يسجلون أسماءهم ضمن المدارس التركمانية بعد انتهاء العطلة الصيفية. اتهم رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتيس روسيا بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة المقرر إجراؤها في 20 الثاني المقبل. اتهم رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان غوتس روسيا بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة المقرر إجراؤها في 20 الثاني المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عدد من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية في البيت الأبيض. وقال غوتس في معرض حديثه: لا نزال نلاحظ محاولات لروسيا للتدخل في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال قرصنة المعطيات الخاصة بعدد من المرشحين وغيرها من المحاولات، مؤكدا أن وكالات الاستخبارات تعمل على حماية الانتخابات. وأوضح غوتس: إننا طالبنا الرئيس دونالد ترامب بجعل مسألة حماية الانتخابات أولوية قصوى، ونقوم بمشاركة مختلف المعلومات والمعطيات بين مختلف وكالات الاستخبارات، لأننا مدركون لهذه التهديدات. وشدد غوتس أن روسيا عملت على تقويض قيمنا الديمقراطية عبر تدخلها في الانتخابات الرئاسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على قراصنة الإلكترونيين. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير أورده مؤخرا إن حصيلة القتلى المدنيين في سوريا خلال شهر تموز الماضي فقط بلغ 887 مدنيا. وجاء في التقرير أيضا إن حصيلة قتلى المدنيين على يد النظام السوري بلغ 684 مدنيا ضمن الحصيلة النهائية للقتلى المدنيين في سوريا خلال شهر تموز الماضي فقط. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير أورده مؤخرا أن حصيلة القتلى المدنيين في سوريا خلال شهر تموز الماضي فقط بلغ 887 مدنيا سوريا. وجاء في التقرير أيضا أن حصيلة قتلى المدنيين على يد النظام السوري بلغ 684 مدنيا ضمن الحصيلة النهائية المعلنة للقتلى المدنيين في سوريا خلال شهر تموز الماضي. وأشار التقرير إلى مقتل 6 مدنيين في القصف الروسي الذي يدعم النظام السوري، فيما قتل على يد منظمتا يبكا وبكك الإرهابي 11 مدنياً. وجاء في التقرير أيضاً مقتل 85 مدنياً على يد تنظيم داعش الإرهابي، فيما قتل القصف الدولي 10 مدنيين على الأقل خلال عملياتها الجوية. وأشار التقرير أيضاً إلى مقتل 9 مدنيين على يد المعارضة واثنان على يد جبهة تحرير الشام، فيما قتل على يد مجاميع مجهولة 79 مدنياً. ووفق التقرير تم توثيق مقتل 547 شخصاً بينهم طفل واحد وامرأة واحدة في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري خلال شهر تموز فقط.
ودعا التقرير إلى ضرورة وقف عمليات القتل الممنهج ضد المدنيين السوريين الأبرياء ودعوة الجهات المتصارعة إلى وقف القتال الدام وبالقصاص من المتسببين بقتل المدنيين الأبرياء. ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري داخل مسجد بأفغانستان إلى 25 قتيلا و40 جريحا إثر انفجار وقع في مركز بإقليم باكيتا الواقع شرق أفغانستان. ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري داخل مسجد في جارديز إلى 25 قتيلا و40 جريحا إثر انفجار وقع في مركز إقليم باغيتا الواقع شرق أفغانستان. وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم باغيتا سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار وقع في مركز إقليم باغيتا الواقع شرق أفغانستان، مشيرا إلى أن انفجارا وقع داخل مسجد خلال صلاة الجمعة بمدينة جارديز مركز إقليم باغيتا الواقع شرق أفغانستان، فيما أشار حاكم إقليم باغيتا أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد عندما كان مكتظاً بالمصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة، وأضاف أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري وصل إلى 25 قتيلاً و40 جريحاً، وأن المؤشرات الأولية تؤكد أن الهجوم الانتحاري كان قد استهدف مسجد الإمام زمان أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة. جرى في مدينة كركوك افتتاح فندق كركوك بلازا في مركز مدينة كركوك والذي يعد من المراكز التجارية التي تقع وسط المدينة، وقد بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي بافتتاح الفندق والتجول في الطوابق والالتقاء مع أصحاب المحال التجارية في المركز. بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي بمعية قاسم قزانشا مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية بافتتاح الفندق والتجوال في طوابق المبنى ليقدم خدماته لأهالي كركوك، حيث تم بناء المركز وفق أحدث التقنيات المتطورة في مجال مراكز التسوق. المشروع الذي يعطي جمالية لمركز المدينة وهو ضمن المشاريع الاستثمارية، حيث يقع المبنى قرب بناية المحافظة والمكون من 14 طابقا 7 منها للفندق، ويضم أيضا مولا كبيرا ومحل ومتاجر ومطاعم ومسبح ومساج وساونا وقاعة للألعاب الرياضية، ويعد أضخم فندق بمدينة كركوك تصل كلفته 10 ملايين دولار. وقد عبر رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي في حديثه لفضائية تركمانيلا عن دعمه لإقامة مثل هكذا مشاريع تجارية في محافظة كركوك، وذلك لأهميتها في تطوير الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة. وبدوره اعتبر مدير عام فندق كركوك بلازا مهندي جمال بأن الفندق من الفنادق الراقية حيث يقع في قلب مدينة كركوك، مؤكدا بأن الهدف من إنشائه هو تطوير القطاع السياحي واستثمار الطاقات البشرية. يعتبر من القطاع الفنادق الفئة الخمسة نجوم، يقع في قلب مدينة كركوك حيث أنه في المثلث الذهبي بين مراكز الأعمال والمراكز التجارية، ويستطيع الزائر أو الضيف بأن يكون بين أحضان مدينة يعني أهل مدينة كركوك. يتميز فندق كركوك من خدمات سياحية متعددة، حيث لدينا ريسبشن شغال على مدار 24 ساعة، لدينا الروم سيرفيس والهيرث كلاب والكونفرنس روم، أنواع كثيرة ومتعددة من الغرف، من غرف للعرسان خاصة، وهذه قد اتجهنا لشبابنا وأهلنا في محافظة كركوك. كذلك أنه الهدف من إنشاء قطاع سياحي بهذا الثقل كفئة خمسة نجوم، رايتنا باستثمار طاقات وخبرات تخصصية من شبابنا لإتاحت لهم الفرصة في العمل، قد تغيبوا وقد تهمشوا في السنين الماضية، الآن لديهم الفرصة بأن ينخرطوا في هذا العمل وأن يطوروا العمل السياحي الموجود. بهذا تنتهي نشرتنا الإخبارية، طيب متابعتكم، نشكرها، إلى اللقاء.